هو تيدور تبون تيدور شابات. اليوم غادي نهضر لكم على التبون الذهبي. نعم يا إخوة، إنه التبون الذهبي. اليوم في استطاعتنا على أننا نضيق سلطان التبابين عن طريق الخيوط الذهبية يا إخواتي. هادو الخيوط الذهبية هي تقنية حديثة اليوم في الصحة التجميلية بالنسبة للمناطق الجنسية اللي كيمكنها على أنك تجمعي بها السلطان عن طريق عملية سهلة جدا اللي ما كتحسي بها حتى شي حاجة، اللي كندخلوا فيها الخيوط الذهبية، فبالتالي كيولي عندك تبون ذهبي باش كيتجمع كومبليتامينتي. نساي اللازير ونساي الايفون، نساي البايجو تبايجايقو اتسيتيرا. اليوم باستطاعتك عن طريق هاد الخيوط الذهبية على ان التبون يتجمع، بيان سور اذا كان داير لك المزية. اما لما كانش داير لك المزية غير ديريه في عمود وشويه، الا ما دايركش الطايلة غير شويه، اما لما داير لك المزية اجي نجمعو عن طريق الخيوط الذهبية. فهمتي ياكي؟ ضروري تكون